فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا تبين ذلك فيه، وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال: هو من أمر النصارى. ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، ثم قال: أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم. وذكر رؤيا عبد الله بن زيد، ويشهد لهذا ما في هذا الزيادة أنه أيضا فكر في أنه يرسل إلى الناس من يدعوهم للحضور للصلاة، ثم إنه خشي المشقة في ذلك على الناس وإشغالهم عن صلاتهم، وبناء على ذلك فإنه يكتفى بالأذان، ولا يسوغ أن الإنسان بعد الأذان يقول للناس صلوا، لأنه يكفي سماعهم للأذان، فهو دعوة إلى الصلاة. ولكن المتخلف يتخذ معه الإجراء المناسب حتى يحضر. أما أنه بعد ما يفرغ من الأذان يروح يقول للناس صلوا، فهذا غير مشروع، إلا من ناحية الاحتساب إذا كان من رجال الحسبة ويمر على أهل البسطات وأهل الدكاكين ليغلقوا دكاكينهم، فيقول صلوا بمعنى أغلقوا دكاكينكم وأنهوا البيع والشراء، فهذا شيء آخر. أما أن يتخذ هذا إضافة إلى الأذان فإن هذا من الابتداع. ولذلك كره الإمام مالك من المؤذن في المسجد النبوي أنه يضرب الأبواب أو يطرق الأشياء ينبه الناس بعد الأذان، وقال: لا تحدث في ديننا ما ليس منه. فيكفي الأذان، ومن تأخر فإنه يتخذ معه الإجراء المناسب لإلزامه بالحضور. نعم. يعني ولو مشى الناس على هذا لما كان للأذان قيمة، لو مشى الناس على أنهم ينتظرون حتى يأتيهم من يقول صلوا، إذا لم يأتهم أحد ما قاموا من مكانهم، فهذا مما يعطل به الأذان. نعم. لكن عمل أهل الحسبة خارج عن ذلك، لأن هذا ما هو معناها إنه إعلام لهم بدخول الوقت أو بالصلاة، وإنما معناه أنهم ينهون أعمالهم ويقبلون على الصلاة.